النفايات. هذه القوة كان عندها هدف واحد، انه يبدو بمدينه عدبره، وان شاء الله الحمله دي حتنطلق لكل احياء عدبره بهذه الايدي الكريمه، ايدي الشباب القدموا لنا المدنيه والحريه هنا الان في معركه مع التصحيح والتغيير للافضل ان شاء الله. بدينا بمدينه عدبره والشغل ده حينتقل لكل محليات الولايه. اشراك القطاعات والتنظيمات الشبابيه في برامج التصدي لجائحه كورونا يعزز من دور هذه القطاعات في برامج الهم العام. خالد علي احمد، تلفزيون السودان، ولايه نهر النيل، السوق المحلي بعبره. كشف المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة دكتور أحمد المصطفى في التقرير الوبائي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 من أكتوبر وحتى 5 من ديسمبر 2020 أن حالات الاشتباه بالفيروس بالولاية بلغت 712 حالة والموجبة 252 والوفيات 34. وأشار إلى تجهيز 4 مراكز عزل تعمل بسعة تفوق 120 سريرة. وطلبت وزارة الصحة مواطني ولاية الجزيرة اتباع الموجه الصحية التي تصدرها الوزارة الاتحادية للحد من انتشار جائحة كورونا. ودعت منظمات المجتمع المدني والشركات والخيرين دعم جهود وزارة الصحة الرامية للحد من الانتشار، كما طالبت بضرورة التبليغ الفوري عند الشعور بأي أعراض عن طريق الأرقام التي تم تخصيصها من قبل وزارة الصحة بالولاية. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الدكتور أحمد المصطفى الشيخ. مساء الخير. وعليكم السلام، مرحبا بكم، الله يديكم العافية وحضراتكم. يعني دكتور، ما هو موقف الإصابات حتى اليوم في كل محليات الولاية بولاية الجزيرة؟ في حقيقة طبعا ولاية الجزيرة تأتي في المرتبة الثانية في السودان من ناحية أو من عدد الإصابات في الكورونا في الموجة الثانية. عدد الإصابات الموقف التراكمي حاليا عندنا 252 حالة موجبة للمجموع حقها، وعندنا 34 حالة وصح. بتجي محلية مدني الكبرى من أعلى العدد بتاع الإصابات، فيها حوالي 179 عدد حالة موجبة، تليها جنوب الجزيرة والحصحيصة ثم شرق الجزيرة والمناهج الكامين ومرورة. يعني في تفاوت وتباين في أعداد الإصابات في المحليات الثمانية في الولاية، لكن أكثر عدد بتاع إصابات في محلية مدني الكبرى. يعني لماذا ارتفعت حالات الإصابة بولاية الجزيرة برأيك يعني؟ طيب، هو حاليا نحن طبعا بنعمل في تحليل إحصائي، ففي تتبعنا للموجة الأولى والموجة الثانية حاليا نحن تقريبا ماشيين بنفس المستوى في المنحنى الوبائي. وإن كان عدد الإصابات مقارنة ما بين الموجة الأولى والموجة الثانية عدد الإصابات أقل، لكن بنفس الرزق أو بنفس الإيقاع ماشيين. في الفترة الأولى وفي الموجة الأولى طبعا كان في إغلاق كامل، في الموجة الثانية ما في إغلاق كامل، لكن مثلا بنقول بعد ذلك في إغلاق فردي، والإغلاق الفردي اللي هو يكون على مستوى إنك تلبس الكمامة، على مستوى التباعد الاجتماعي وخلافه. فحاليا هو العدد في تزايد، لكن لما نغادر الموجة الأولى ما بنفس المستوى والريت نعم. إذا ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتموها من قبلكم للحد من انتشار هذا الوباء؟ طيب، هو الوباء طبعا عالميا زي ما احنا شايفين، وعندنا في السودان ولاية الجزيرة بيبدأ أول حاجة الإجراءات بتبدأ من الإجراءات الشخصية أو الفردية، اللي هي بتبدأ من اللبس بتاع الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل الأيدي، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا. بعد ذلك نحن لما يكون في أي إحساس بتعينه فيها أعراض وعلامات لازم الناس تتوجه نحو أقرب مؤسسة صحية على أساس إنه تصل أو تحصل على تشخيص سليم. لأنه المعرفة بتاعت المرض في حد ذاته بتوغينا من انتشاره. ودي واحدة من أهم الاستراتيجيات على أساس إنه نحن بعد ذلك نقلل من انتشار المرض في معرفته. والناس تمشي تعزل نفسها، فبالتالي ما تكون في انتشار، لكن إذا كان لسه الناس مخططة بإنه المرض فيه وصمة وخلافه بيحصل إخفاء المرض وبيبقى فيه انتشار بصورة أوسع. هل من توعية قمتم يعني بها في وزارة الصحة للتبليغ الفوري بأن يعني على ذكرك لأنها ليست وصمة، هل قمتم يعني ببرامج توعوية لجميع الناس حتى الذين لا تصلهم مثلا التلفزيون، الإذاعة إلى ما غيره؟ وحقيقة طبعا التوعية ابتدأت من الموجة الأولى بمختلف الأشكال، اللي هو عن طريق الميديا والوسائط المختلفة، اللي هو عن طريق التلفزيون، عن طريق الراديو والإذاعة، عن طريق الوسائط، عن طريق التلفون وكده. لكن برضه في حاجات ثانية كان بيقوموا بها الناس،
استعمار الجوامع، استعمار المجموعات البؤرية على مستوى الغرف، التجمعات، وكان في كمية من الفعاليات حتى المسرح المتجول. وحاليا في مبادرة الإعلاميين بولاة الجزيرة برضه من أجل الإعلام، ويعني في كمية من الطرق كانت مستخدمة وحاليا نحن قاعدين نستخدم فيها على أساس إنه يكون عندنا عدد كبير جدا من المعلومات المملكة للمواطنين يعني. نعم الدكتور أحمد المصطفى الشيخ، كنت معنا عبر الهاتف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أودعت شيكين فدرالية منظمات المجتمع المدني من ضد المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية. وقال نبيل أديب المحامي رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في تصريحات صحفية خاصة لوكالة السودان للأنباء اليوم إنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل إذا ما أريد إجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية. وأوضح أن الطعن لا يعني بأي حالة من الأحوال المس باتفاقية السلام، بل يعني دعمها وتأييدها، إذ أنه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية اتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام. ونفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم 70 من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل، مشيرا إلى أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائم بمبانيها إلى حين تكملة تعيين بقية أعضائها 7. وفي ذات السياق أشارت الأمينة العامة للكونفدرالية سوسن الشوية إلى أنها تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات النشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان، وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم. بحضور رسمي وشعبي رعي فيه التباعد الاجتماعي، وتقدمته وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب بولاية الجزيرة عمر السوميت، انطلقت فعاليات أسابيع السلام القطاع الأوسط بمدينة ودراوة بشرق الجزيرة. واشتمل الافتتاح على مسرح تفاعلي عن أهمية السلام بجانب توزيع معدات رياضية على القطاعات الشبابية والرياضية بالمنطقة. بدوره أشاد ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير مولانا إسماعيل التاج بمبادرة وزارة الشباب داعيا المؤسسات الحكومية إلى اعتماد أسابيع السلام في الفترة القادمة كبرنامج عمل ضمن أنشطتها. من جانبها قالت البوشي في كلمتها أن السلام أحد أركان الثورة وشعاراتها التي نزع لتحقيقها. نحن نعرف بعض، بتكون محتاجانا حاجة واحدة بس، إنك أنت تقرب من أخوك أو من أختك، حتكتشف إنه هو في إنسان زيك، عنده نفس الأحلام، عنده نفس الآمال، عنده نفس المخاوف، وعنده نفس الحاجات اللي أنت بتضايقك ذاتها. عشان كده السلام ده مسؤولية أي واحد فينا، نحترم بعض، نحترم التنوع، نحترم التعدد. أنا سعيدة جدا إنه ودراوة هي مثال للتنوع وللتمازج، ولازم الناس تمشي في كده. عشان كده هنا عندنا الشباب يا جماعة، أنتوا دوركم كبير جدا في السلام. أكدت رئيسة الحركة الشعبية قطاع الشمال الجبهة الثورية بولاية النيل الأبيض نعمات آدم جماع أن السلام الذي تحقق من خلال اتفاق جوبا يمثل إحدى شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. وقالت لدى مخاطبتها بكوست اللقاء التفاكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان حول الوضع السياسي الراهن وإنزال اتفاقية السلام أن الحركة تسعى لسودان جديد يسوده الأمن والاستقرار والوحدة، وأن يعمل الجميع على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والتعايش السلمي. ودعت نعمات لأهمية المصالحة في إطار القانون دون إنتاج صرع جديدة. إلى ذلك أوضح عضو المكتب القيادي للحركة الشعبية قطاع الشمال بالولاية نصر الدين محمد موسى الخطوات العملية لعملية السلام وتبصير المواطنين ببنود الاتفاقية، كما أشار لجملة من المهددات التي تواجه عملية السلام. الاتفاقية يمكن فيها مكتسبات كبيرة جدا، من المكتسبات الأساسية بتاعتها اللي هو إيقاف الحرب ذاتها، يعني كونه توقيف الحرب، فبقول دي نعمة لمواطنين السودان كلهم، ورفع المظالم برضو دي من الأساسيات في الاتفاقية. ويمكن في يعني مشاركة بالنسبة لنا في اتفاقية السلام، ما بتكلم عن المشاركة مثلا، أنا دايما بحب أتكلم عن الكراسي والمناصب وغيرها، لكن حتكون في مشاركة للنازحين وللاجئين ولكل المواطنين السوداني. ويمكن أي مواطن سوداني بيكون له
دوره بكل يوم مساهمته بشكل مختلف. اجتمع رفقاء الحركة الشعبية في كل الولاية في كل المحليات التسعة ولمناقشة وتنوير عن الوضع الراهن السياسي، ونحن سعيدين جدا جدا باستضافة هؤلاء الرفاق الذين طال المدة بالالتقاء بهم، وقد تناقشنا فيما يعني بالسلام وفي كل المعاناة الخاصة بالمشمشين والغلاء الطاحن، ولكن تم تبصير كل الرفاق عن ضرورة السلام وأهمية السلام، والسلام يعتبر إنجاز كبير جدا جدا تم تحقيقه، ونحن كرفقاء في جبل السورية نرحب بكل من يرحب بالسلام. ضمن مجهودات منظمة المجتمع المدني بشرق دارفور في نشر السلام والتسامح بين المجتمعات، أقامت منظمة شباب من أجل دارفور ورشة تجريبية للنساء هدفت لتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار والسلام بين أفراد المجتمع. دعما للتعايش بين المجتمعات، أقامت منظمة شباب من أجل دارفور ورشة تدريبية خاصة بالمرأة. تناولت الورشة دور النساء في السلام والتنمية في إقليم دارفور. فهي ورشة تستهدف إنه كيف إحنا المرأة تصبح منتجة، المرأة تصبح صاحبة قرار، لأن هي الآن المرأة هي متأثرة من الحروب، متأثرة من عدم مشاركتها في القرار، متأثرة من عدم ما في دخل للمرأة في الأسر، أسر ضعيفة، والمرأة عندنا قدر أن كانت تصبح مرأة منتجة بولاية شرق دارفور. وتعمل منظمة شباب من أجل دارفور وفق رؤية كبيرة تهدف إلى تدريب عدد كبير من النساء بشرق دارفور من مختلف الفئات بجميع محليات الولاية. المرأة لها دور كبير في التعايش السلمي. المرأة قدرت إنها اللي هي بتواسي الناس اللي هي في مجالس الشورى، المرأة قدرت إنها بتقعد مع الناس في حالة المشاكل، قدرت إنها بتدخل اللي هي بتسالح بينات الناس. المشاركون في الورشة أثنوا على ما تقوم به المنظمة تجاه النساء، آملين مواصلة الجهود في العام القادم. طيب ورشة بجد مهمة جدا وبتضيف كتير، على الأقل الزول بيعرف عليه والعليه وبيساعد في تنمية المجتمع كمان، وبضيف لنفسه يعني أهم من ده كله. بعد توقيع اتفاقية السلام أصبح العبء على منظمات المجتمع المدني كبيرا، وذلك بالتوعية بأهمية السلام في مجتمعات دارفور. صالح أبو علامة، تلفزيون السودان، ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين. انطلقت بقاعة السلام ورشة التعايش السلمي بالبحر الأحمر للمجموعة الأولى من الإعلاميين، والتي نظمتها إدارة التدريب والإصلاح الإداري بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام. وتستهدف الورشة 90 مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام. وخطب الجلسة الافتتاحية للورشة وللبحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي مؤكدا أهمية الدورة التدريبية، وقال إن الولاية تحتاج إلى مثل هذه البرامج والدورات التدريبية للإعلاميين لأدوارهم في تحقيق التعايش السلمي، متعهدا برعاية مخرجات الورشة وإنزالها لأرض الواقع. أعتقد أن الأخوة اللي قاعدين قدام الأخوات ديل عندهم يعني مخزون معرفي ومخزون تاع تجارب كبيرة، لكن كون أنه تظل الأفكار دي في عقولكم وما تتنزل في برنامج تبقى هي التحدي قدامكم كلنا. أنا أعتقد أنكم أنتم قادرين على الخروج بموجهات برنامج عمل يخاطب تلك القضايا الكبيرة كلها في التعايش السلمي والتنمية والسلام المجتمعي وتحقيق مستقبل الناس ينشدوا كلهم، وكيف تتحول الشعارات بتاعة حرية سلام وعدالة. تسلم النائب العام ولنا تجسير علي الحبر بالنيابة العامة اليوم التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن الذي قامت بتصديره شركة السوداني للأقطان. وطلعت اللجنة من خلاله التقرير الختامي على أكثر من 69 مستندا مهما، كما استندت فيه على 18 مرجعا قانونيا من القوانين واللوائح، واستجوبت عددا كبيرا من الشهود وموظفين حكوميين. كما تضمن التقرير الختامي المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلق بحصيلة صادر القطن الذي يعد سلعة مركزية تساهم في توفير
النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات البلاد. وأشار التقرير إلى تورط رموز نافذين في النظام السابق في المخالفات التي توصلت إليها اللجنة، علما بأن هناك دعوى قد سبق انفصلت فيها المحكمة جزئيا فيما يتعلق بقرض ABC. وأكد النائب العام عقب تسلمه التقرير الختامي أن النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم للأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم، وأنه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه. قال وزير الزراعة المكلف دكتور عبد القادر التركاوي إن مشروع أبو حمراء الزراعي بشمال دارفور يجسد مثالا حيا لتدمير الممنهج لكافة القطاعات الزراعية الحيوية بالبلاد إبان العهد البائدة. جاء ذلك لدى الزيارة التفقدية للمشروع معلنا عن جهود تبذل من قبل الوزارة لإعادة الحياة لعدد من المشاريع الزراعية الكبرى بالبلاد. بسبب الحرب وسوء الإدارة وإهمال النظام البائد تجسد كل أنواع الدمار الممنهج لمشروع أبو حمراء الزراعي، والذي يعد من أهم المشاريع الزراعية بالبلاد. أنا جيت أشوف مشروع لكن بكل أسف لقيت المشروع مدمر من النواحي الزراعية، من ناحية المنشآت، من ناحية البنى التحتية، يعني بشكل مؤسف جدا. المشروع طبعا واعد، يعني احنا الان يعني يمكن مشروع بدا بعض الخطوات، الان احنا امام احد الابار اللي حتتحفل ان شاء الله للعمل في الري. احنا ان شاء الله يعني بنسعى، وفي ختام هذه الزياره احنا يعني حنسعى جادين تأهيل هذه المشاريع. مساحة مشروع أبو حمراء 65,000 فدان، ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية الهامة. مساحة حوالي 65,000 فدان، وكان أهداف المشروع هو تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة ولدارفور وللسودان، وتوفير فائض للتصدير. وبرضو من أهدافه كان من أهداف المشروع إنه توفير فرص عمالة والتقليل من الهجرة السلبية من الريف إلى المدن. مشروع أبو حمراء هي من مشاريع الأمن الغذائي في ولاية شمال دارفور بالإضافة لأمبياد وساق النعام. هذا المشروع يقوم أساسا على نظام نص وحصاد المياه. المشروع يمكن في حدود 65,000 فدان حتى الآن، ومنذ بداية تأسيسها في 88 لم يتم فيها أي إنشاءات وأي أعمال. إهمال كبير طال مشروع أبو حمراء الزراعي، والذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية بولاية شمال دارفور. فهل تفلح زيارة وزير الزراعة الاتحاد المكلف إلى عودة الحياة إلى هذا المشروع؟ خالد أبو رقا، تلفزيون السودان، ولاية شمال دارفور الفاشر. للمزيد من التفاصيل حول زيارة وزير الزراعة الاتحاد لولاية شمال دارفور، معنا عبر الهاتف مديرة عام وزارة الزراعة والموارد الطبيعية لولاية شمال دارفور دكتورة إنعام إسماعيل عبد الله. أسعد الله أوقاتك دكتورة، وكيف تنظرون إلى زيارة وزير الزراعة الاتحاد المكلف للولاية في إطار تأصيل المشاريع الزراعية بالولاية؟ اهلا ومرحبا بك، ونحن يمكن سعيدين جدا بزياره الاخ وزير الزراعه الاتحادي ووقوفه على المشاريع الزراعيه. ويمكن المشاريع دي هي مشاريع واعده جدا جدا، وكلها بتقع يعني على ضفاف الاوديه، وانتاجها كلها انتاج عضوي. فبزيارة نحن خيط أمن كبير في الزيارة ده إنه يجيف معانا ويأهل لنا المشاريع دي، وإذا تأهلت إن شاء الله المشاريع ده حيحقق تنمية متكاملة في الولاية، وحيحقق لنا الأمن الغذائي بإذن الله. طيب دكتورة إنعام، يعني حدثينا عن جهود الولاية والمركز لإعادة الحياة لمشروع أبو حمراء الزراعي. طيب نحن هنا في الولاية يعني ساعين إنه أول حاجة المشاريع دي عندها هياكل، لكن الهياكل ما مجازة، ساعين إنه الهياكل ده تجاز ويتم الهيكلة ويتم التأهيل للمشاريع. المشاريع دي طبعا كلها اتدمرت فمحتاجة لإعادة التأهيل.
محتاجة للتأهيل بتاع هي مشاريع حصاد مياه، محتاجة لتأهيل السدود والخزانات، ومحتاجة لآليات زراعية. فنحن في الولاية بإذن الله سوف نبدأ يعني في التأهيل. حتى إحنا بدينا في بعض المشاريع مع المنظمات، لكن برضو عايزين وقفة الاتحادية معانا لأنه المنظمات بدأ ما حتكفي يعني. إذن يعني ننتقل إلى الخطط في الولاية لتنفيذ أو لتطوير العمليات الزراعية بمشاريع الولاية المختلفة إن شاء الله. أيوة يعني ما هي خططكم يعني؟ خططنا أساساً إحنا بدينا يعني بدايات بسيطة، مثلاً إحنا عندنا في مشروع ملم الوديان بدينا بالتعاون مع منظمة UNDP والبحوث الزراعية في التأهيل للمشروع وزراعة الذرة في مجال توطين التجاوز الولاية. نعم. إذن كنت معنا عبر الهاتف مديرة عام وزارة الزراعة والموارد الطبيعية لولاية شمال دارفور دكتورة إنعام إسماعيل عبد الله، أشكرك جزيلا. إلى ولاية النيل الأبيض، حيث أجاز مجلس الحكومة فيها في اجتماعه الدوري برئاسة الوالي إسماعيل وراج موجهات موازنات العام المالي 21-20 والتي قدمها المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة عمر محمد إبراهيم. وقال وراج إن المجلس استمع إلى تقرير مفصل من المدير العام لوزارة الصحة عن موقف الولاية الصحي في مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا. كما اطلع المجلس على سير عمليات الحصاد للعروة الصيفية والتحضيرات الفلاحية للموسم الشتوي. وأكد وراج التزام حكومة الولاية بإنفاذ مواجهات الدولة الخاصة بموازنة 21-20. كان أبرز الأجندة التي تم نقاشها هي إجازة موازنة الولاية المعدلة في عام 2020، وأيضا تم استعراض موجهات موازنة العام المالي 2021 وتم إجازة الموجهات. أيضا المدير عام وزارة الصحة الوزير المكلف قدم التقرير حول الموقف الصحي العام بالولاية وبالتركيز على جائحة كورونا وما هي الترتيبات اللازمة وما هي القرارات التي يمكن أن تكون مساعدة في المكافحة والسيطرة على جائحة كورونا في الولاية. أيضا مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية قدم التنوير عن موقف الحصاد في الموسم الزراعي الصيفي وموقف التحضيرات الموسم الزراعي الشتوي. وأيضا كانت هناك مواضيع أخرى تتعلق بالسير العام في الولاية وبعض الموجهات وبعض القرارات التي تم إصدارها خلال هذا الاجتماع. بدأت بمدينة الفولة ورشة تدريب المتحصلين والمشرفين على نظام التحصيل الإلكتروني E15 والتي نفذتها وزارة المالية والقوى العاملة بالتعاون مع مركز النيل الأفريقي للمصادر المفتوحة تحت شعار بناء قاعدة الموارد هدفنا لتوسيع قاعدة الخدمات، وذلك بمشاركة الأمين العام لحكومة غرب كردفان بجانب الوفد المركزي. أوضح المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة أمبدا محمد بدا أن الورشة التي تستمر 4 أيام تستهدف المحاسبين والمراجعين بالوزارات المحلية المختلفة من أجل رفع كفاءة الأداء في الإيرادات باتباع الطرق العلمية الحديثة مواكبة للتطور التقني. وتدريب العاملين في الإيرادات والأخوة المشرفين على الأساليب الحديثة للتحصيل الإلكتروني ورفع كفاءة الأداء في الإيرادات حتى تواكب المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية في تنفيذ بعض البرامج. والهدف هو ترقية الأداء للعاملين مهنيا وتقنيا حتى يواكبوا متطلبات العصر الحديث، ونحن في وزارة المالية جاهدين لتقديم أفضل التدريبات لكل العاملين في وزارة المالية حتى يكون هنالك أداء مميز للعاملين في الوزارة. إلى ولاية نهر النيل، حيث أكدت الدكتورة آمنة المكي والي نهر النيل
أن تجربة زراعة وإنتاج تجاوي الأرز بمشاريع الولاية الزراعية تعتبر من التجارب المهمة لزيادة الناتج من محصول الأرز. وأعلنت خلال مشاركتها اليوم الحقلي بمشروع العلياب الزراعي بتبني حكومة الولاية للتجربة وبدعمها حتى تحقق أهدافها المرجوة عبر الشراكة مع الوكالة اليابانية جايكا والبرنامج القومي لتوطين زراعة الأرز بالسودان. تعتبر تجربة زراعته الخامسة على التوالي تجيء زراعة محصول الأرز الهوائي بمشروع العلياب والمكبراب بمحلية الدامر بولاية نهر النيل من ضمن سلسلة من التجارب الزراعية التي أثبتت نجاحها، وهي تقوم على شراكة ما بين حكومة الولاية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والبرنامج القومي للأرز بالسودان. نحن الهدف بتاعنا الأساسي في جايكا إنه نعمل نظام لإنتاج بذور الرز في السودان في حقوق المزارعين حتى نتمكن من تطوير زراعة الرز، والحمد لله هذه ضربة البداية، النتائج مبشرة جدا، ونشكر التعاون بتاع كل المسؤولين في الولاية. الولاية تمتاز بخصائص كبيرة جدا تساعد انها تنتج الرز، خاصة يا اخوانا الرز محصول صيفي والولاية تحتاج لمثل هذا المحصول في هذا الوقت. الزيارة الميدانية لوالي نهر النيل دكتور آمن المكي للوقوف على مدى نجاح التجربة والمشاكل والمعوقات التي تواجه مسيرة الأداء العام، أكدت على الدعم الكامل للبرامج الزراعية لتحقيق زيادة الإنتاج، ورهنت والي نهر النيل على تميز التجربة وإمكانية تطويرها عبر توفير المعينات وزيادة المساحات المستهدفة لزراعة تقاوى محصول الأرز. إمكانياته ومقوماتها طبيعية من شأنها أن تساهم في زيادة الرقعة الزراعية المستهدفة لزراعة محصول الأرز. برامج الشراكة ما بين حكومة ولاية نهر النيل ووكالة التعاون الدولي جايكا الذي بدأ منذ العام 2010 استهدف تأهيل البنيات التحتية وتحديث نظم الري للمشاريع الزراعية وبرامج رفع القدرات. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من 2010 وحتى الآن يمكن يكاد يكون شيء كبير جدا جدا وشيء مقدر في مجال تأهيل المشاريع وفي مجال رفع القدرات أو تنمية القدرات في مجال دعمنا بكل المعدات المطلوبة سواء كانت للصناعات التحويلية أو لغيره، وإن شاء الله هم وعدونا بأنه في المسألة بتاعت المنحة والشغل بتاع تأهيل المشاريع الزراعية والطرمبات حيبدأ معانا من شهر 4. جايكا عندنا في جايكا مشروع منحة في العلياب والكتياب اللي هي جايكا بنات محطتين ضخل المياه في العلياب والكتياب، وأيضا في مشروع فني في المنطقتين. أما في مجال الرز في نهر النيل بنفتكر إنه الولاية عندها مقدرة عالية جدا لإنتاج الرز، فبنتمنى إن نقدر نتعاون مع الولاية في المستقبل في المجال ده. But I hope that in the future. خالد على أحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. خاطب وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح دورة الانعقاد الأولى للإدارة العامة للتخطيط والدراسات والتقويم بالمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية تحت شعار نحو خطاب دعوي متوازن، مشيرا إلى إرساء دعائم السلام وإدارة التنوع ومحاربة الغلو والتطرف. ونشد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أعضاء المجلس الاندماج في المجتمع، وأكد أن من خطة الوزارة العمل على النشر وبسط خطاب الاعتدال والوسطية وأدب الاختلاف والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني والاجتماعي. أكد أهمية دور المرأة في المجتمع خاصة الدعوة. وقف مدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوق عز الدين الشيخ اليوم على مستوى تنفيذ الحملة الكبرى لضبط المركبات والدراجات غير المقننة التي تستخدم في الطريق العام والتي نفذتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع القوات المسلحة الشرطة العسكرية وقوات الدعم السريع. وشدد المدير العام لقوات الشرطة على أهمية الضبط المروري وتنظيم حركة سير المركبات بالطرق ومعالجة الاختناقات المرورية وحجز كل السيارات المتحركة من غير اللوحات واستمرار الحملات بصورة راتبة يوميا على أن تشمل جميع ولايات السودان. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدثر عبد الرحمن مواصلة حملات الضبط المروري وإزالة المخالفات المرورية وتقديم المخالفين للعدالة. اصلا ما بنسمح لاي تجاوزات ولا بنسمح لاي خروقات في هذا العمل، يجب انكم توعوا الكلام ده وعي تام، لانه ما بنسمح تجاوزات
ولا بنسمح خروجات في هذا العمل لكائنا من كان. نحن اخواننا دولة ونحن مؤسسة، الشرطة دي مؤسسة محترمة، والإدارة العامة للجوازات والشغل الهجري ده كله شغل في السودان راسخ، وقاموا عليه ناس وطوروه الى انتم سلموكم الراية. يجب انكم انتم توعوا وعي تام، لانكم انتم بتسدوا ثغرة، واي واحد فيكم قاعد في جهاز ولا قاعد في اي عمل في هذه الدائرة عنده اهمية وعنده مسؤولية. والان نحن ماشيين في اتجاه انه كل الخدمات بتاعتنا تكون اونلاين وتكون تعامل ما فيها تعامل مباشر. وقف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق الشرطة حقوقي دكتور ياسر عبد الرحمن فضل المولى على إنجاز إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مكافحة سرقة العربات التي ضبطت أخطر ثلاث شبكات إجرامية متخصصة في جرائم سرقة العربات داخل ولاية الخرطوم وتهريبها للولايات الأخرى وبيعها دون مستندات على أنها مهربة من دول الجوار، حيث تم القبض على 13 متهما واسترداد 12 سيارة مسروقة من العاصمة. وأشهد الفريق شرطة حقوقي دكتور ياسر عبد الرحمن لإنجازات إدارة المباحث في العمل المنعي والكشفي ورد الحقوق لأصحابها. ما جاء بالصدفة، ما جاء يعني 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 إلا بمجهود مدني وسهر ليالي ومتابعة مصادر ومتابعة معلومة أيا كان نوعها، وكيفما جاءت بتعب وجاءت بعناء وبيصبروا جلد الى ان الناس وصلوا لهذا الانجاز العظيم. انا بفتكر المواطن لو شلت منه العصايه دي وجريت او زول جرى هو بيفقد امنه، لكن لما ترجع عليه بيستقر امنه داخل وبيفتكر انه والله عنده رجال وعنده ناس بيجيبوا له حقه في محله. الان انتوا جبتوا للناس حقها في محلها، لا حاريه لا داريه. في إطار التدريب والتأهيل، احتفلت دائرة التدريب بقوات الدعم السريع بمركز تدريب النسور بأم درمان بتخريج عدد من الدورات التدريبية التي تأتي في إطار الإعداد والجاهزية لقواتها. وخلال مخاطبته الاحتفال، أكد العميد الركن محمد أحمد عباس رئيس دائرة التدريب أن هذه الكوكبة من المجموعات قد تلقت تدريبا عمليا مكثفا، مشيدا بمستوى الأداء والانضباط. الجدير بالذكر أن هذه الدورة شملت دورة الشرطة العسكرية الاستخبارات الضبط والربط والحكمدارات وكادر المعلمين ودورة الإزعافات الأولية. الغاية المرسومة والمخططة من قبل قيادة الدعم السريع أن تكون هذه المجموعات قادرة ومكتفية ذاتيا، بحيث تكون بها كل المهن والكوادر الأساسية التي تمكنها من أداء المهام والواجبات التي تكلف بها مستقبلا. فبالتالي التدريب جهد كبير، فلا بد من أن يستفيد منه المتدرب. ما شهدناه اليوم من دورة الشرطة العسكرية ودورة الحكمدارات والإزعافات الأولية والدورة الأساسية للمدفعية والاستخبارات ودورة كادر المعلمين، وقد سبقتها دورات أخرى، وكل ذلك في إطار التأهيل والتطوير لقوات الدعم السريع حتى تؤدي واجباتها على الوجه الأكمل. شهد القيادي بالجبهة الثورية السودانية رئيس مسار الوسط توم هجو الاحتفال الذي نظمه تجمع الإدارات الأهلية والوطنية والمجتمع المدني بالتعاون مع تجمع أبناء عموم الرواشدة على شرف تنصيب الناظر الخليفة أحمد آدم محمد عبد الله بحضور عدد من قيادة الإدارة الأهلية وممثل ائتلاف قوى العمل والحرية. وأشاد القيادي بالجبهة الثورية توم هجو بالدور الكبير للإدارة الأهلية والطرق الصوفية في توحيد الصف الوطني وتوحيد أهل السودان بمكوناتهم المختلفة، مؤكدا اهتمامهم بالإدارة الأهلية ودورها في الحفاظ على صدامة السلام الاجتماعي والمحافظة على السودان من خطر التشظي في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد. أنا سعيد بهذا الاحتفال، وحقيقة هذه يعني الدوائر وهذه الاحتفالات والفعاليات أن احنا صراحة حنكون مشاركين فيها بفعالية كاملة، لأن هي المطلوبة في المرحلة القادمة لنستعيد أن نبني مؤسساتنا السياسية والاجتماعية التي تدمرت بحكم صراحة الصراع السياسي والمشاكل السياسية. وندعم مسألة السلام والمسألة الآن موجودة
ونسأل الله التوفيق للجميع، وبإذن الله ما نالوا جهد أصلا في أنه نكون فاعلين في المجتمع، يعني رغم أنه كنا يعني فاعلين الحمد لله في الفات، والآن إن شاء الله بإذن الله تعالى حنكون فاعلين في مسألة السلام، في مسألة رد النسيج الاجتماعي الموجود، ونسأل الله يوفقنا وإن شاء الله الكلام اللي بنقوله بنفعل. والله نحن ما زلنا نناشد ونبتهد من الله سبحانه وتعالى أن يرين قلوب أولئك الأخوان أن يأتوا لحظيرة الوطن حتى نستطيع معا أن نضع أيدينا لنبني ما نستطيع أن نبنيه وهكذا الحياة. طلبت لجان المقاومة بالولايات الشمالية بالإسراع في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين والأحكام في التوزيع على جميع المحليات، وفي اجتماعها مع والي الشمالية والأجهزة التنفيذية شددت لجان المقاومة على التنسيق الجيد والترتيب بين اللجان والأجهزة التنفيذية حتى تسهل عمليات تقديم الخدمات بجانب الرقابة الجيدة. وفي جانب آخر اجتمعت والي الشمالية مع تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير والأجهزة التنفيذية، تم الاتفاق على وضع خارطة تنفيذية كمصفوفة أعمال لعمل الوالي للفترة الانتقالية بتكوين لجنة من الجهاز التنفيذي والحرية والتغيير لصياغة المصفوفة بما يتواشى مع أهداف الثورة. حقيقة نحن الاجتماع مع لجان المقاومة قمنا بحضور أعضاء الحكومة، دارين يستمع ليه لجان المقاومة، كل يطرح رؤاه وناخذ اليد مع بعض نصل لرؤية مشتركة إن شاء الله خدمة الولاية والمصلحة. فتم فتح نقاش في حاجات كثيرة كانت فيها عدم وضوح، وكان الناس في قلبها والناس وضح موقف لجان المقاومة هو موقف بيمثل نبض الشارع. امتدح والي النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدايم التوام جهود منظمة اليونيسيف واهتمامها بقضايا النازحين واللاجئين والعائدين إلى مناطقهم الأصلية لتقديمها للبرامج والمشروعات المعززة للاستقرار. جاء ذلك خلال اجتماع مراجعة للأنشطة المدعومة بواسطة اليونيسيف. التركيز على المشروعات الداعمة لقضايا السلام، مخرجات تلمسها مسؤول بالعمل الإنساني بالنيل الأزرق من خلال اجتماع المراجعة السنوي للأنشطة المدعومة بواسطة اليونيسيف. أنشطة اليونيسيف في العام المنصرم داعمة للسلام بشكل أساس، واستهدفت الفئات الضعيفة العائدين والنازحين واللاجئين في مواقع مختلفة من ولاية النيل الأزرق، والأمر الذي انعكس إيجابا في مسألة تحقيق السلام المجتمعي. تعزيز الشراكات من قبل المنظمات العاملة بالولاية في أكثر من اتجاه، توقعت وزارة المالية والقوى العاملة أن تؤسس لواقع أفضل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. بنسعى أن تكون في شراكة حقيقية بيننا وبين منظمة اليونيسيف، وهي منظمة بتقوم بتقديم خدمات في الصحة، في الصحة وفي التعليم وفي المياه وإصحاح البيئة والأمراض المنقولة وكذا. تم خطة كاملة في أنه يكون في تمويل كافي، وأنه ندفع الشراكة بتاعتنا كمكون محلي، وأنه نوجه هذه الطاقات أو الأموال البسيطة اللي موجودة نوجهها لمناطق هي محتاجة أكثر، خاصة بعد توقيع السلام. حكومة النيل الأزرق أشادت بجهود اليونيسيف لدعمها لقضايا العائدين وإنفاذها للمشروعات المكملة للاستقرار. بد أن نركز جميعا مع هذه المنظمات لتهيئة الظروف الملائمة ولإيجاد هذه الخدمات في كافة المناطق التي من المتوقع أن تعود إليها هذه هؤلاء النازحين الذين لا بد من أن يجدوا الحد الأدنى من الخدمات في القرى. حزمة من المشروعات والبرامج خرج بها الاجتماع السنوي للأنشطة المدعومة بواسطة اليونيسيف للمساهمة في دعم عمليات السلام المجتمعي. عصام طه، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأزرق. إلى موجزنا العالمي، قبل أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح استقالة رئيس الحكومة صباح
الخالد الصباح الأحد في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد السبت. وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. وكان الناخبون الكويتيون قد أدلوا بأصواتهم السبت في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا. وتعد هذه الانتخابات 18 في تاريخ الكويت والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. اعتبر رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ان اعاده بناء اقليم تيغراي هي المهمه الرئيسيه لحكومته في فتره ما بعد الحمله الاخيره لانفاذ القانون بالاقليم. وقال احمد ان مرحله اعاده الاعمار هذه تتكون من ثلاثه جوانب، هي الدعم الانساني والاجتماعي والذي يحتاج الاقليم، واعاده بناء البنيه التحتيه المتضرره من الحمله العسكريه الاخيره، واستعاده الخدمات الاساسيه. وتشير تقديرات سيلان القتال الدائره منذ نحو شهر بين القوات الاتحاديه الاثيوبيه والجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي سبب حتى الآن في مقتل آلاف ولجوء نحو 46,000 إلى السودان. أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استيفاني ويليامز التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق. وقالت ويليامز إن اجتماع السبت أظهر مستوى عاليا من النقاش البناء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدما من أجل الشعب الليبي. وأثنت ويليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى والذي عقد في تونس بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ختام اتصال بينهما أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل وسط إقرار باستمرار الخلافات. وأجرى الاتصال الذي استمر نحو ساعة في توقيت تتصاعد فيه الضغوط على الجانبين لإنجاز اتفاق تجاري قبل 31 ديسمبر. وقال طرفان في بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت انه على الرغم من استمرار الخلافات يجب بذل مزيد من الجهود من قبل المفاوضين لتحديد ما اذا كان بالامكان حلها. واشار الى انهما سيتبحثان مجددا مساء الاثنين في تغريده لهما. كتبت رئيسة المفوضية الاوروبية عبر تويتر ان الخلافات قائمة لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال إن تداعيات تفشي فيروس كورونا وضعت الصناعات النفطية في موقف حرج متوقعا أن ترتفع الأسعار فوق $50 مطلع العام المقبل. جاء حديث عبد الجبار خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز بالعاصمة بغداد اليوم. أوضح الوزير العراقي أوضح أن اتفاقات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الخاصة بخفض الانتاج ستسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز $50 في أوائل 2021. وأضاف أن الأسعار ستتحسن لكنها ما زالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا. وأكد عبد الجبار التزام العراق باتفاق أوبك بلس بشأن خفض الانتاج لأنه يخدم مصالحه. شكرا نون نجود التي رافقتنا في لغة الإشارة النشرة الرياضية بعد الفاصل. في موجزنا الرياضي تأهل الهلال لدوري 32 لأبطال إفريقيا بعد فوزه على فيبرس الأوغندي بنتيجة 1-0. سجله المهاجم محمد موسى الضيف في الدقيقة 63 على استاد الهلال في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. وسيواجه الهلال الفائز من الشنطي كوتوكو الغاني ونوذيبو الغاني. وأجرى الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الهلال تبديلين في الدقيقة 54 بخروج كل من صلاح عادل والكنغولي فيني كومبي ودخول والد الدين والمهاجم محمد موسى الضية. وفي الدقيقة 63 أحرز البديل محمد موسى الضية الهدف الأول للهلال من كرة انتزعها أبو عقلة ومررها للشعلة الذي مررها عرضية، لكن مدافع فيبرس اعترض الكرة وحولت اتجاهها نحو الصندوق فتابعها الضي وسيطر عليها وسددها في الزاوية اليسرى.